بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات مادة البروس للمرحلة الثانية. وياكم أمير لؤي، طالب كلية طب الأسنان مرحلة خامسة. هسه نباشر بأول محاضرة. طبعا هي بشكل عام قبل لا نبدأ بالمحاضرة، مادة البروس هي مادة تختص بالتعويضات الصناعية السنية، يعني اللي يفقد أسنان ونركب أسنان إلى جديدة، طبعا تكون صناعية مثل الكراون والبريج، يعني نركب نسوي preparation للسن ونركب فوق الكراون، أو الفيكست أو البارشيال، وهسه تعرفوها هاي بالتدريج وبالمستقبل إن شاء الله قريب. هسه نبدأ أول شيء. طبعا المحاضرة الأولى خاصة بتعاريف مهمة ولازم تعرفوها حتى تباشرون شغل بالمختبر أو بالكلية إن شاء الله. البروستاتيكس يعرفه يقول the art and science of supplying artificial replacements العفو for missing parts of the human body. يعني يقول لك البروستاتيكس هو art بشكل عام، هو art هو فن. طبعا لازم نبدع بيه من نشتغل الشغل، لازم جمالية ينطي للبيشنت، تمام، ويعني نسوي قريب بالأبيرنس، قريب للشكل الطبيعي مال الجزء اللي انفقد يعني قدر الإمكان. and science of supplying artificial teeth العفو replacements أو جزء تعويضي صناعي، يعني هنا ركزولي supplying artificial replacements جزء تعويض صناعي، يعني احنا نصنعه يعوض الشيء الجزء اللي انفقد for missing parts الأجزاء المفقودة of the human body من جسم الإنسان. نجي اللي بعده prosthodontics أو اللي هو طبعا بالاختصاص هسه جاي يحكي prosthetic dentistry is the dental specialty. اوكي هسه هنا يقول لك هو اهتمام طب الأسنان أو يختص طب الأسنان بشنو، أو طب الأسنان يختص بشنو، أول خطوات يعني يحكي لك عليها من يجيك بيشنت شو تسوي له. أول خطوة طبعا الدياغنوزس، نسوي تشخيص مضبوط، تمام، يعني يحتاج سكيلز خاصة حتى نسوي تشخيص صحيح للحالة. تريتمنت بلانينج خطة علاج، يعني تكون الخطة العلاجية صحيحة، هذا يعتمد على شنو، على الدياغنوزس الصحيح. اوكي rehabilitation يعني نسوي تعويض للجزء صنعته انت وجاك من المختبر، هذا الجزء تعوض تخليه يعني بالمكان الفارغ مال الجزء اللي انفقد، يعني اعادة تعويض هنا، تمام. And maintenance of oral of the oral function أو يحافظن على وظائف الفم أو يستعيدها قدر الإمكان. هو أكيد مو نفس السن الطبيعي، مو نفس الأجزاء الطبيعية اللي انفقدت 100% طبعا، هذا خلق الله وهذا خلق بشر يعني، فأكيد يختلف وأقل من عنده، بس نحافظ على الوظيفة قدر الإمكان. يعني إذا نحاول ننطي speech صحيح للبيشنت، نحاول نعطي mastication صحيح يعني قوة مضغ اللي يفيده بالطعام، أكل الطعام وغيره. comfort يعني راحة للبيشنت من يلبسه، ما يتضايق، ما يتداخل وي التشو الموجودة بالفم. appearance نفس ما قلنا الجمالية مهمة كلش، والمظهر مهم خاصة بالآونة الأخيرة، البيشنت صار يهتم بالأبيرنس أكثر من باقي الصفات. هسه نجي اللي بعد بروستيسس. هسه حكينا على البروستاتيكس والبروستودونتيكس، هسه البروستيسس هو هذا الارتفيشال ريبليسمنت، اسمها بروستيسس، يعني هو هذا الجزء اللي راح نخليه بالمكان المفقود هو اسمه بروستيسس. فش يقول ان ارتفيشال ريبليسمنت اوف an absent part of the human body، يعني هو هذا الجزء الصناعي اللي راح نخليه بالمكان مال الجزء اللي فقدناه من جسم الإنسان. شوف هسه هاي مجموعة artificial replacement، مثلا هسه هاي اليد أو القدم
والأسنان هنا، وهذا فيكست طبعا، هذا الفيكست. هسه نجي للدنتال بروستيسس. هسه احكي على البروستيسس بشكل عام، هسه نجي على الاختصاص مالتنا الدنتال. شو يقول؟ an artificial replacement of one or more teeth up to the entire dentition of the either arch او in either arch. يعني شو يقول هنا؟ هو artificial replacement، هذا عدنا اكثر من مره المصطلح، هو جزء صناعي او تعويض صناعي، تمام، تعويضات صناعيه لسن واحد او مجموعه اسنان. وش يقول بين قوسين؟ up to the entire dentition in either arch، ممكن يصل الى ان جميع الاسنان راح تنفقد بواحد من الفكوك، يعني المجزلة او المندبل، تمام. يعني مثلا الفك الاعلى فقد جميع اسنانه، ايضا نقدر نعوضه، او المندبل الفك السفلي فقد جميع اسنانه، كذلك نقدر نعوضه. and associated dento alveolar structures. شنو يعني dento alveolar؟ يعني شو يقصد هنا؟ هنا يقصد الدنتو بالأسنان، الدنتو يعني أسنان، الألفيولر، الألفيولر هو البون مثلاً، الألفيولر بون يعني جميع الأجزاء المحيطة بالأسنان بالكامل نقدر نعوضها، تمام. شلون يعني؟ يعني مثلاً نقدر نخلي هاي هسه اللي انتشرت أخير شيء بكثرة السكرو أو البرغي، نركبه بالجنجفة، أوكي، ونركب فوقه تعويض. فذلك يقول لك تقدر تعوض السن نفسه، تقدر تعوض الالفيولار، الالفيولار ستراكتشرز، تمام. هسه يجي يدخل انواع، يقول فيكس دنتال بروستيسس، يعني هنا شيء ثابت ما يقدر يشيل البيشنت بايده، اوكي. اني دنتال بروستيسس ذات از، فهنا اي جزء صناعي خاص بطب الأسنان. شنو يعني؟ مثل إيش؟ ذات اليوتيد، طبعاً اليوتيد هو جزء تعويضي على أسقاب السن، يعني شلون الكراون، الكراونات، يعني السن أسوي له بروبريشن تحضير حتى ألصق عليه كراون جديد، يعني تاج جديد بالعربي، تمام. أو سكرود، يعني السكرود هذا نسويه بالفيكست، هو بهذا النوع. برغي أثبته بالجنجفة وأركب فوقه للسن. or mechanically attached، طرق ميكانيكية، طرق ميكانيكية حتى أثبت التركيب أو بالسن، يعني بأمان أثبته لازم. or otherwise securely retained to natural teeth، يعني هنا يقول بأمان، ما أضر السن، تمام، من أركب، لأن هو سن موجود هنا جوز، بس مو مناسب للأبيرنس أو الفانكشن مالته متناقص بيها بسبب مرض خاص أو معين العفو، فيحتاج أركب فوقه كرام، تمام، أو أركب فوقه سن جديد صناعي. شو يقول هنا؟ tooth roots and or dental implant abutments that furnish the primary support for dental prosthesis. يعني شو يقول؟ يقول هنا التوث والروتس هي ممكن ان تكون abutments. شنو الابوتمنتس؟ هذا طبعا المصطلح راح تعرفوه اكثر بالمرحله الثالثه. الابوتمنت هو الجزء الساند للتعويض، يعني شلون هسه هذا عندنا بالصوره واضح، هذا السن، خلنا اشرح لكم عليه، هذا شفتوه، وهذا الموجود عندنا، هذا يسموه ابوتمنت، يعني من أركب هذا الجزء أركبه هنا راح يسند هذا السن المعوض، أوكي، حتى يسند إنه السن بالمكان المفقود ما يخليه يتحرك، هذا هو يقصد بالأبوتمنت، جزء أو سن ساند أو يدعم، داعم للأسنان المركبة، تمام. فممكن أن تكون هاي الأجزاء الساندة أو الداعمة ممكن تكون أسنان مثل ما موضح هنا بالصورة، أو ممكن تكون روتات، يعني جذور، تمام. and or dental implant abutments that furnish primary support dental، فراح يعطينا هنا primary support، يعني دعم أولي
ليش؟ لأن عندنا أنواع من الدعم راح تتقدم لنا سبورت كامل بهواي أجزاء راح تعطينا سبورت. فالسبورت الأول أو الابتدائي هو من التوث أو الروتس، تمام؟ This may include replacement of 1-16 teeth in each dental arch. يعني احنا كم سنة عندنا بالفك؟ الواحد 16 سنة. فهنا يقول لك ممكن هذا يتضمن تبديل او تعويض لسن واحد مفقود او 16 سن مفقود. يعني احنا مو قلنا الاجزاء الداعمة الاسنان او الروتات مثلا عند 16 سن مفقود، هسه تقول لي هنا وين السن اللي راح يدعم؟ يعني هنا 16 فك كامل فاقد اسنانه، من اركب عليه شنو راح يسنده او شنو راح يعطي سبورت؟ هنا ممكن اقول لك التشو الموجوده راح تعطي، تمام، الجنجيفا يعني موجوده راح تعطي سبورت ايضا. اوكي، هسه نجي الجزء اللي بعده، خلصنا الفيكست، فهنا يجي الريموفبل دنتال بروستيسيس، وهنا هي شويه الاسئله تكون مهمه، يعني هنا لازم تركزون من درسوها بفهم. الريموفبل دنتال بروستيسيس If you want any dental prosthesis that replaces some or all teeth in partially dentate arch. فقبل أن نكمل خلنا نعطيكم صورة أولية عن هذا الموضوع. يعني يقول لك هو أي بدائل صناعية، تمام، للأسنان تبدل لنا بعض الأسنان المفقودة أو ممكن مثل ما قلنا فك كامل فاقد أسنانه. بس شنو الفرق هسه بين هذا الموضوع بين الريموفبل وبين الفيكست؟ الفيكست قلنا ثابت البيشنت ما يقدر يشيله، بينما الريموفبل لا، الريموفبل يقدر البيشنت يشيله، ينظف الدنتشر، ينظف الاورال كافيتي. اوكي، فهنا يقول لك نوعين بي، هنا لازم تعرفوهن النوعين وتفهموهن، يا اما دنتيت بارشيالي يعني partial removable denture. يعني شو يقول؟ يقول هنا الدنتيت يعني فاقد جزء من الأسنان، سن واحد، سنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أوكي؟ أو edentate arch فاقد جميع أسنانه، complete removable partial denture، عفو denture، أوكي؟ في أما dentate وهو partial removable partial، أو edentate complete removable denture. أوكي، فالdentate فاقد جزء، الedentate فاقد جميع الأسنان بالفك الواحد، تمام. It can be removed from the mouth and replaced at will. يعني هنا يقول لك يقدر patient يشيله أو يبدله أصلا يعني، بينما الفيكست لا، ثابت بالفم. أوكي، الcomplete denture هسه نجي على أنواعه، وضرورة تعرفون ان الكومبليت والريموفبل نوعين من انواع الريموفبل دنتشر. اوكي، هسه الكومبليت دنتشر هو ريموفبل دنتر بروستيسيس، يعني نقدر نغيره، ذات ريبليسز ذا انتاير دنتيشن، يبدل لنا جميع الاسنان، يعني جميع الاسنان مفقودة عندنا بالفك. And associated structure. شنو هسه هنا الassociated structure؟ هسه نشرح لكم. Of the maxilla or mandible. وشنو اسمه؟ Called complete removable dental prosthesis. هسه نجي نعرف شنو الassociated structures. الassociated structure. شايفين من أقلع سن؟ شرح يبقى مو يبقى صحية كلوتة وتتجمع وتسد لنا المكان. بس راح يبقى بدل السن أكوبون. alveolar bone، تمام، هذا بمرور الوقت ايش راح يتحول؟ راح يصير بيه، راح يصير بيه resort تآكل، يعني راح يتآكل الى ان يتحول الى شنو؟ يتحول الى alveolar residual ridge، تمام. طبعا هالمصطلحات صحيح هسه غريب عليكم، بس راح تعرفوها ان شاء الله بالمستقبل. هذا residual ridge هو هذا الassociated structure، هي هاي الأجزاء اللي راح تقعد بيها الدنتشر،
اللي هو هذا الجزء اللي لازم نحافظ قدر الإمكان على الصحة أو الهيلث مال التشو بيه. تمام، يعني ما يعني قدر الإمكان إنه أحافظه صح، قلنا مو نفس الجزء الطبيعي المفقود أو السن الطبيعي، بس قدر الإمكان نحافظ. أوكي، هسه خلصنا هذا الجزء. يجي الـ objectives of complete denture، يعني شنو؟ يعني الأهداف أو الأهمية، من شنو أهمية الـ complete denture، شنو يسوينه. أوكي، أول شيء restoration، استعادة of function of mastication، استعادة وظيفة مال الفم بالماستيكيشن، يعني بالمضغ بالأكل الطعام. أوكي، لازم يستعيدها بشكل صحيح. زين، اثنين restoration، أيضا استعادة of distributed facial dimension and contours، يعني الاستاتيكس. هنا لازم يستعيد أبعاد الوجه. شلون؟ هسه نعطيكم صورة عليها، يعني هسه هاي عندنا الصورة، ركزوا عليها. هاي هنا فاقدة الأسنان، كل أسنانها كومبليت يعني. أوكي، فمن أركب لها الأسنان شوف شلون رجع وجهها طبيعي، شوف شلون كانت الدايمنشن، الأبعاد مال الوجه، شلون من كمشة صار بيها شرينكج، والدايمنشن صغيرة مال الوجه، أصغر vertical dimension. فمن أركب الكومبليت دنشر راح يرجع طبيعي. شوف الوجه شلون رجع طبيعي. أوكي، سنرجع للمحاضرة. فهنا هو هذا اللي يقصده بالجمالية، شفتوا شلون تغير الوجه من شكل إلى شكل آخر، استعادة الجمالية والدايمنشن. أوكي، ثلاثة preservation of remaining tissue in health، يعني نفس ما حكينا سبق وقلتها أكثر من مرة، إنه نحافظ أوكي على صحة التشو الموجودة أو المتبقية. يعني إنه أكو تشو، مو عندنا تشو بمكان الأسنان، نحافظ على صحتها أو محيطة بالأسنان، نحافظ على صحتها قدر الإمكان، ولو هي راح تلقوها تعبانة لأن أكيد فاقد أسنان من وقت طويل، خاصة الكبار بالعمر. أوكي، رقم أربعة satisfaction pleasing and comfort of the patient، يعني إن إرضاء للبيشنت، ويكون البيشنت راضى عن النتيجة ومرتاح بيها، ماكو شي ضايقة، مو منزعج من طريقة العلاج أو النتيجة. أوكي، correction of speech due to the loss of natural teeth. هنا شو نقول يا طلاب، انه الاسنان من حتى لها تداخل بالسبيتش بالكلام. ليش؟ لان اغلب مخارج الحروف هي تتعلق بالاسنان. هسه نقول اف او اس او اث، هاي ذن كلهن من نلفظهن كلهن راح يتداخل الاسنان، يتداخلن بطريقة الكلام مالتها او اللفظ. اللسان والأسنان هنا راح يتحكمون باللفظ، فلذلك يعني أغلب الناس اللي تفقد أسنانها راح ما يقدرون يحشون بطريقة صحيحة. أوكي، خاصة الأسنان الأمامية طبعا، لأن هي أقرب شيء لللسان بالكلام. أوكي، هسه خلصنا. فلذلك يقول لك هنا correction of speech، يعني نصحح speech اللفظ، وطبعا ما راح نصحح بشكل كامل، بشكل محدود، لان النيوترال تيث تبقى خلق الله نفس ما قلنا. الجنرال كونسيدريشن ان كومبليت دنتشر كونستراكشن، هنا اكو اعتبارات او توجيهات لازم اخليها بالبال بالنسبه الي انا كطبيب اسنان، او بالنسبه للبيشنت، اوكي، وبالنسبه للتكنيشن. بس هنا from the operator، الأوبريتر هو نفس الدينتست. أوكي، شو يقول؟ certain degree of diagnostic skill، نفس ما قلنا بالبارت الأول من المحاضرة، إنه لازم عندي skill ومن أسوي diagnosis صحيح، مهارات تشخيص عالية. يعني أنت مو ما عندك خبرة أو توك دا
داخل عيادة تجي تشخص بكيفك. لازم شخص ذو خبرة مني شخص وتشخيص صحيح. أوكي. B. sound knowledge of biological and mechanical principles. هنا لازم يكون عندك معرفة كاملة بشنو؟ معرفة كاملة بقواعد أو مبادئ البيولوجيكال and mechanical. البيولوجيكال يعني لازم تعرف الأناتومي مال الأسنان، الأناتومي الكامل للأسنان لازم تعرفه. وميكانيكال يعني الكلوز أو the mouth، الأوبن mouth لازم دني تعرفهم. الطبيعي الأناتومي الطبيعي للأسنان شنو، أو للأورال كافيتي شنو. الميكانيكال مال الكلوز والأوبن مال ماوث شلون يصير، هذا لازم تعرفهم انت وتكون على معرفة بهم. النقطة الثالثة سي certain degree of artistic ability. بس ما قلنا لا هو شنو اصلا البروستاتيك هو art، يعني انت لازم تكون تطي درجة عالية من الإبداع بالشغل، يعني لازم يكون فن جيد وجميل. ليش؟ لأن يتعلق بالاستاتيك مال البيشنت، شلون شفنا بالصورة مال هاي المرأة اللي فاقدة جميع أسنان، شلون تغير الفيس مالتها بشكل كامل، يعني الأبيرنس مالتها تغير. أوكي، فلازم تطي درجة عالية من الارتستيك. النقطة الرابعة دي careful manipulation of dental materials and devices. طبعا dental material عندكم مادة كاملة بالمرحلة الثانية هسه ان شاء الله عبارة عن dental materials. لازم تكون عندكم مقدرة على التعامل مع dental material. شنو هي الماتيريالز او بعضها اللي راح نستعملها بالبروستاتيك؟ هي مثل الامبريشن، الالجينيت، هذني راح نستعمل من ناخذ امبريشن راح نستعمل الالجينيت. اوكي، فلازم تعرفون يعني ايش قد وقت حتى يسيت الالجينيت، ايش قد الكميه اللي اخليها. هاي الامور لازم تعرفوها تكونوا على معرفه بيها. او الديفايسز مثل فيسبوك. اوكي، في المستقبل حتعرفوا شنو، ما اريد ادوخكم هسه. هسه from patient، هسه خلصنا من operator أو dentist، نجي للpatient. شنو هي الpatient لازم شنو يعرف من يجي الطبيب الأسنان يريد يعوض أسنان المفقودة، شنو لازم يعرف، شنو لازم يفهم من هذا الشغل. أول شيء cooperation with the dentist، هاي أهم نقطة بكل شغل الدنتست. أهم شيء هو هذا، لازم يكون الpatient متعاون ويا الدنتست. أوكي، cooperation لازم تكون عنده درجة من التعاون كبيرة مع طبيب الأسنان. زين. B. some understanding of the limitation of prosthetic restoration. نفس ما ذكرت من قبل إنه لازم يفهم الأجزاء أو الأسنان اللي راح أعوضها إليه، ما راح تكون مثل قوة أو الفانكشن مالتها نفس الفانكشن مال النيوترال تيث، مستحيل، لأن راح يختلف، هذاك خلق الخالق وهذا خلق بشر، تمام؟ فمستحيل راح تكون نفس السبيتش نفس، هو راح يعطي نسبة عالية بس مستحيل تكون كاملة مثل الطبيعي. أوكي، فالفانكشن السبيتش راح يكون بها ليميتيشن، محدود، حدود يعني بالموضوع هذا. أوكي، سي النقطة الثالثة patients during the construction، لازم يكون عنده صبر. اوكي، على النصائح او التوجيهات اللي نعطيها له. learning and adjustment of the new prosthesis، لازم يعني من نسوي له البروستيسس واعطيه واركبها بالاورال مالته الاورال كافيتي، لازم من انطي التوجيهات لازم يكون صبور. اوكي، ويعرف ويفهم انه اكيد بالبدايه هو ما متعود على البروسيسس اللي بالفم مالته، فلازم او بالكومبليت دنتشر، لان هو كان متعود على فقدان الاسنان، تمام؟ فهنا لازم يفهم انه وقت راح يتعود عليها او راح يتعلم عليها.
فمو من أول يومين ينزعج قبل. فهاي الأشياء لازم يعرفها البيشنت. نجي شنو هي الاعتبار الثالث اللي هو من التكنيشن. شنو طبعا عندنا مشاكل هواي احنا كدنتست ويا التكنيشن. شي يقول there should be cooperation between clinical and technician procedures. لازم التكنيشن يشتغل على التوجيهات والقياسات اللي يعطيها للدنتست تمام بشكل مضبوط وكامل بدون اي اضافات او نقوصات من عنده حسب رايه. فلازم احنا كدنتست نعطي توجيهات وقياسات صحيحه, ولازم كتكنيشن هو لازم يلتزم بهاي القياسات حتى يعطينا نتيجه صحيحه واستاتيك مثل ما احنا نريد او فانكشن نفس ما احنا نريد والباقي النتائج. هسه نجي للجزء هذا من المحاضرة. هذا الجزء هو يعني حسب ما شفت من الأسئلة أكثر جزء تجي من عدة أسئلة, وهي بشكل عام المحاضرة أو المحاضرة مو عليها هواي أسئلة. أوكي. Complete denture is composed of the following. شنو أجزاء؟ أوكي. Complete. أول شيء ال basal or impression surface. خلنا نعرفه أراويكم إياه هسه. شو يقول؟ Part of the denture that rests on the foundation tissue and to which teeth are attached. هسه شنو اول شيء خلينا نقول لكم شنو هي الفاونديشن تيشو. هي نفس الاورال تيشو, التيشو العاديه الموجوده بالفم. اوكي. فهي نفسها الفاونديشن. فهنا يقول لك هو جزء ال من الدنشر الموجود او اللي راح يوضع على الفاونديشن تيشو تمام. فيعني هو الجزء اللي راح يكون بتماس مع التيشو من الاسفل. اوكي. والاسنان راح توضع فوقه. هسه اراويكم اياه بالصوره يكون اوضح. هذا هو الامبرشن سيرفيس او البيزل سيرفيس. هذا شوفوا هذا الخط الازرق, وهذا راح يوضع على التيشو يعني يكون بتماس ويا التيشو, والاسنان راح توضع من الجهه الثانيه يعني فوقه. اوكي. نرجع للمحاضره. هسه عرفنا شنو البيزل. نجي للنقطه الثانيه الدنتشر اوكلوجن سيرفيس. طبعا هذا اهم شيء لازم تعرفوه خاصه من راح تشتغلوه هسه بالمختبر. فراح يكون اهم شيء عند الدكتور انه هو يكون الاوكلوجن مالتكم صحيح بالشغل تمام. شنو الاوكلوجن؟ هو او الاوكلوزا سيرفيس the portion of the surface of the denture that makes contact with its antagonist. شنو يعني؟ يعني هو هذا الجزء اللي يكون بتماس يعني السن الاسنان الفك السفلي من تلمس او الكونتاكت تسوي اتصال ويا الاسنان الفك العلوي بيا جزء هو هذا الاكلوزر سيرفيس. هسه اراويكم اياه. هذا شايفين هذا الخط الازرق, هذا هو هذا الاكلوزر. فراح ينطبق عليه الفك العلوي فراح يسوي هو هذا الاكلوزر سيرفيس, فراح يسوي لنا اوكلوجن. اسمه شيء اسمه اوكلوجن اطباق. اما الاكلوزر سيرفيس سطح الاطباق تمام. نجي للي بعده الدنشر بولشت سيرفيس. السيرفيس راح يصير له بولش تلميع. اوكي. اوكرر the portion of the denture surface that extends. وهسه خلونا نترك هذا لان ما راح تفهمون اذا ما تفهمون اول شيء قبل الدنشر بوردر. الدنشر بوردر شنو يقول؟ هو the margin of the denture base, هو أطراف the denture base. okay. At the junction of the polished surface and impression surface. يعني شنو يقول؟ هي هاي المارجن, هذا خط الأسود أو النيلي هو هذا ال border surface. okay. أو عفوا denture border. هو هذا بالجنكشن. شايفين هذا البولش وي البيز. البيز شرحناه من ساعة
هو هذا الخط، هاي البوردر الطرف يعني مال الدنشر. نرجع للبولش، الدنشر بولش سيرفيس هو the portion of denture surface that extends يمتد من ال occlusal direction okay from the border. البوردر نفس ما قلنا منه وين هسه جاي هذا okay from the border to the denture and include the palatal surface السقف يعني مال الفم. It is usually polished and includes the buccal and lingual surface of the teeth. سأوضح لكم اياه وين هو هذا السيرفيس. هذا هو البولشت. شنو يعني يقول لك يمتد من البوردر، هذا البوردر الاحمر هي هاي البوردرات او الطرف اوكي، يمتد منه ويدخل لهنا. شوف يجي يدخل هذا البلت بين الاسنان السقف مال الفم، فهو هذا البل ازرق، هذا هو البولش، بولش سيرفيس نسوي له بولش بولشينج. طبعا هذا علي درجة اعتقد للي يسوي بالمختبر، حسب احنا بالكلية قالوا لنا اللي يسوي سياخد درجة عليه. اوكي دنتشر فلانج، نجي اخير شيء شنو عندنا. دنتشر فلانج part of the denture base، هو جزء من الدنتشر بيز، extends يمتد من السيرفايكال اند اوف ذا تيث. هاي لازم ما فيها بالاناتومي، دنتال اناتومي سيرفايكال اند يعني النهايه مال السن اللي تكون متصله ويا الجنجفه ويا اللثه. هاي هسه اشوفكم عليها، هاي اسمها السيرفايكال اند تمام. عفوا هاي النهاية تكون هو يمتد منه من هاي منطقة السيرفايكال to of the teeth to the denture border. نفس ما قلنا denture border وينه، هذا الطرف مال denture base، هذا هو denture border. أوكي فهسا أكو صورة مهمة لازم أراويكم إياها قبل لا ننهي المحاضرة. عرفناها هاي هنا يقول لك هذا هو الإمبريشن، هذا مأشر لك عليه the impression surface او البيزل سيرفيس اللي هو يكون بتماس قلنا ويا التشو. اما البولشت، هذا البولشت، هذا السهم اللي بالوسط، هذا بولشت سيرفيس يسوي له بولشت. والاوكلوزال هذا هو، شوف شلون مطبق الفك الاعلى على الفك الاسفل مسوي اوكلوجن، فلازم اوكلوجن صحيح مالتك. ولهنا تكون محاضرتنا الاولى خلصت من ماده البروز، وان شاء الله نلقاكم محاضره ثانيه وبالتوفيق إن شاء الله.